طيب دخول الوقت عندنا إشكال أيضا، ما هو؟ هذا الأخ وضع المنبه وأوصى فلان أن ينقذ له صلاة الفجر ونام، استيقظ الساعة 7، نظر انتهت الصلاة، قال إنا لله وإنا إليه راجعون، ضاعت علينا صلاة الفجر وكذلك الدرس، ماذا أصنع؟ قال أنام وإن شاء الله استيقظ الساعة 10 وأصلي. نريد نطبق الآن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها، هو عندما نام عن صلاة الفجر واستيقظ الساعة 7، هذا كان بالتفريط؟ لا، بغير تفريط الآن، معذور؟ معذور. أصبح في حق هذا الآن وقت صلاة الفجر هو الساعة 7، عندما تعمد ونام من 7 إلى 10 تعمد إخراج الصلاة عن وقتها. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى: نقول له لا تصلي إن لم نقل بكفره. هذا كلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى نصا، هذا من باب ترهيب، تخويف من هذا الشيء. طيب ماذا تصنع يا أخي؟ مجرد ما تستيقظ صلي. بعض الناس هدانا الله إياه يسهر، يا أخي صلاة الفجر، قال صلي بإذن الله نصلي، ولا يصلي في الغالب، وإذا كان لديه سفر أو رحلة أو كذا ينام مبكر ما شاء الله، وضع 20 منبه. صحيح، ولو تنظر في سيرة السلف يا أخواننا، احنا قلنا طريقة السلف ليست كلمة تقال باللسان، لابد يصدق العمل. يقول 40 سنة لم يؤذن المؤذن إلا هو في المسجد، هذا السلفي. عندنا رجل ذهب إلى قرية وكان كل ما يدخل المسجد يجد هذا الرجل العجوز، ما دخل المسجد إلا وجد هذا موجود في المسجد. في ليلة من الليالي جاء أرق، لم يأتي النوم، قال اليوم أسبق هذا العجوز إن شاء الله. دخل المسجد في 3 من الليل، مسجد مظلم، فتح الباب وقال بسم الله. عندما فتح الباب وقال بسم الله، وإذا هذا الشاي في وسط المسجد يقول لا إله إلا الله، قال والله ما أسبق. يا أخوان أنت ترى صدق بعض الناس، يعني ترى تقول هذا عجوز وشايب ما يعرف، والله بعضهم ما يعرف حتى منبه، اعتاد على الصلاة دائما على هذا. شيخنا رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب البنا رحمه الله، منذ أن يقول أن بلغت كذا الصلوات، صيام الاثنين والخميس، الحج، العمرة، لم يترك هذه أبدا، اعتاد على هذا. إخوان هذه حياة المسلم، الصلاة الصلاة، وجعلت قرة عيني قال في الصلاة. أنت الآن ماذا تريد من الكافر إخوان؟ تريد أن نصلي مع الجماعة، هل أنت تصلي مع الجماعة؟ الصلاة الجماعة فوائد، ذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى قريب من 30 في الجماعة، اجتماع الأمة مقصود. تنظر في حال الفقراء، تتعلم كيفية الصلاة، أمور كثيرة جدا صلاة الجماعة. إذا نام عن صلاة الظهر بغير تفريط، استيقظ مثلا
الساعة كم يؤذن الظهر؟ استيقظ الواحدة والنصف وقال ذهبت علي الجماعة وكذلك الدرس، أنا إلى الساعة الثانية، يصح؟ يصح لا أشكال، لأنه لم يخرج هنا وقت الصلاة، لكن في الصورة الأولى خرج وقت الصلاة، مفهوم؟ طيب نعم. استقبال القبلة، لا بد من استقبال القبلة، استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة في الفريضة وفي النافلة، إلا أن النافلة في السفر تصلى حيث توجهت به الدابة أو الراحلة أو القطار أو السيارة أو كان يمشي، يصلي على الاتجاه الذي تكون فيه السيارة أو القطار أو الراحلة أو يمشي. نعم الحمد لله، تفضل. طيب، تدرك الصلاة بإدراك ركعة، تدرك الصلاة بإدراك ركعة كما تدرك الجمعة الآن. الآن لو أدرك من صلاة الجمعة ركعة ماذا يصنع؟ يأتي بعد أن يسلم الإمام بكم؟ بركعة واحدة. إذن أدرك الصلاة بإدراك ركعة، أي صلاة؟ صلاة الجمعة، وكذلك صلاة الجماعة تدرك بإدراك ركعة. ولو أدرك من الصلاة ركعة قبل أن يخرج الوقت فقد أدرك وقت الصلاة، لكن المنافق صلى الله عليه وسلم يؤخر الصلاة حتى يصلي الصلاة في آخر الوقت. إذن تدرك الصلاة بإدراك ركعة كما أن الجمعة تدرك بإدراك ركعة. إذا أدرك الإمام في صلاة الجمعة في التشهد الأخير ماذا يصنع؟ يصلي أربع ركعات، يعني ظهر، نعم ليست بجمعة. طيب، نام بغير تفريط، مثاله خرج هذا الأخ في سفر ورجع متعب، وضع المنبه ونام، نام الساعة 10 صباحا، استيقظ الساعة 6 مساء، فات على هذا أي صلاة؟ صلاة الظهر والعصر والمغرب، ثلاث صلوات. فالآن متى استيقظ وجب عليه أن يقضي؟ يقضي الصلوات مرتبة، يعني يصلي أولا العصر الظهر ثم العصر ثم المغرب، وبعد هذا دخل وقت العشاء يصلي العشاء. إذن لابد من قضاء الصلوات الفائتة على الترتيب. متى يسقط الترتيب؟ إذا كان جاهل، جاءنا هذا الأخ قال الله المستعان البارحة أنا دخلت إلى المسجد ولم أصلي المغرب وصليت العشاء مع الجماعة ثم بعد هذا صليت المغرب، لماذا؟ قال والله ما أدري عن هذا الحكم إلا الساعة. فهذا نقول صلاة الصلاة التي يعني ذكرت أنه صلى العشاء ثم بعد المغرب صحيحة ولا أشكال، لأنه جاهل. هذا الأول. الثاني، نام عن صلاة الفجر ودخل المسجد والإمام في صلاة الجمعة، ماذا يصنع الآن؟ يقدم الفجر، ينوي الفجر هنا، ذهبت عليه الجمعة، فماذا يصنع؟ يدخل مع الإمام بنية الجمعة، سقط عنه الترتيب لإدراك الجمعة، مفهوم؟ هذا الحالة الثانية، أول جاهل، الثاني إدراك صلاة الجمعة، إدراك صلاة الجمعة. الثالث نسي، كبر مع الإمام على أنها صلاة العشاء، بعد أن صلى ركعة مع الإمام تذكر أنه لم يصلي المغرب، وكيف يدخل بنية العشاء؟
لو قلب النية هنا بطلت العشاء والمغرب. أي نعم، ما استطيع أن يغير النية هنا، فماذا أصنع؟ نسي هنا، يكمل هذه على أنها عشاء ثم يصلي المغرب. أو جاهل وناسي فوت صلاة الجمعة. الرابع، خاف خروج الصلاة الحاضرة الآن، الناس في صلاة المغرب الآن، وهو لم يصلي الفجر والظهر والعصر، الله المستعان، فماذا يصنع الآن؟ قال لو أخذت صلي هذه الصلوات يخرج وقت صلاة المغرب، فماذا يصنع؟ يصلي المغرب أولا ثم بعد هذا يقضي الفجر ثم الظهر ثم العصر. طيب، هناك أماكن يحرم أن نصلي فيها، من يعرف هذه الأماكن التي لا نصلي فيها أبدا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أي كل الأرض إلا، أوقف يا أخي، نعم المقبرة فتح الله عليك، ما يمكن تصلي بين القبور. ولهذا لو وجد قبر في مسجد ماذا نصنع؟ ننظر من الذي تعدى، نقول هذا القبر موجود قبل المسجد، إذا المتعدي من؟ المسجد، يزال المسجد، نعم. طيب، بني المسجد ثم دفن فيه فلان من الناس، ماذا نصنع؟ ننبش القبر، يعني أخذ تراب بأكمله ونضعه في المقابر. إذا ما يصح أن يصلي في المقبرة أو على المقبرة إذا كان عليها بناء، قلنا لا يصح البناء عليه، لو كان عليها بناء لا يصح أن يبني، أن أبني على القبور ولا أن يصلي فوق هذا البناء ولا إلى القبور، يعني يجعل القبور هي القبلة ويصلي إليها، ما يصح أيضا. إذن في المقبرة وعلى المقبرة وإلى المقبرة هذا لا يصح. وفي الحمام، لماذا؟ لأنه مكان نجس، نجاسة أصلا، نعم. وفي أعطان الإبل، نعم، وغيره. طيب، الأرض المغصوبة، الأرض التي أخذها من إنسان ظلما، هذا نقول له لابد أن تخرج من المظالم وترجع هذه الأرض. لو صلى في هذه الأرض على ما ذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى الصلاة صحيحة، لكن هو آثم بأخذ المال هذا بغير حق. نعم. طيب، إذن لا يصلي في الحمام لأنه مكان نجاسة، إذن كل مكان فيه نجاسة من يصلي فيه، هذا الذي تكلمنا عنه، بدن وبقعة وثوب، وفي أعطان الإبل، وفي المقابر وعلى المقابر وإلى المقابر، صحيح. أما الصلاة في الأرض المغصوبة على ما يذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى أنها صحيحة. طيب يا أخواننا، صلاة الجماعة ماذا تصنع إذا أردت المجيء إلى المسجد؟ تتطهر في بيتك، نعم تتطهر في بيتك، وتلبس أحسن الثياب، تخرج إلى الصلاة، والأولى أن تخرج إليها ماشيا لا راكبا، إلا إذا كان البيت بعيد يركب ولا إشكال، يمشي إليها بسكينة ووقار. في الهيئة وفي الحركات، يعني ما يصح أن يأتي إلى المسجد وهو مشمر، أو مثلا يرفع القطرة هكذا، أو تجد معه الجهاز الجوال، نعم
أي نعم، نأتي الآن بعد الصلاة إن شاء الله، وهو داخل المسجد أنت مقبل إلى بيت من بيوت الله. لو أنت مقبل على بيت ملك من الملوك ما تصنع هذا، صحيح؟ إذا أتيتم إلى الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، يعني ما يجري يهرول، فهم يريد الذهاب إلى لعب الكرة وكذا، مسجد يأتي على السكينة والوقار في الهيئة وفي الحركات، يعني يقول حتى لا يكثر من الالتفات، التفت وكذا. فإذا دخل إلى المسجد، إذا أراد الدخول إلى المسجد، المكان الذي يضع أكرمك الله فيه النعل يضع معه الدنيا، لا بيع ولا شراء في المسجد، ولا إنشاء ضالة، نعم، ولا غيره. الدنيا تضعها في المكان الذي تضع نعليك هناك في الخارج، تقدم الرجل اليمنى في الدخول وتقول الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، واليسرى في الخروج والدعاء الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذا دخلت إلى المسجد وقد أقيمت الصلاة، تدخل مع الإمام في أي هيئة كان الإمام عليها، راكع، ساجد، قائم، في التشهد الأخير تدخل. ومن الخطأ ومخالفة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الناس يدخل والإمام في التشهد الأخير فيقول تعال تعال تعال، ماذا؟ تعال ننشئ جماعة ثانية. أخي هؤلاء الله مستعان، في أوقات يقدم الصلوات وفي أوقات يؤخر الصلوات على ما يحب.